انتوا قلقانين ليه؟ خلصنا خلاص خير ان شاء الله، ربنا يجزيكم كل خير. ان انت بعتي لنا صدقيني، انت يعني انقذت حياه ما ابني. كناش مصدقين صدقيني. كان بيموت من يا ربي يخليك. ربنا يخليك. يا ربي يخليك. بقول لك انت طلعتي لي خلصنا عمليه. انا مبسوطه ان انت بعتي لنا، اصل ابني كان بيموت ومحدش كان راضي يعمل له حاجه. شكرا. الحمد لله وربنا يجزيكم خير ان شاء الله كده، كل سنه طيبين. كله تمام وبقى كويس الحمد لله. وعنده عمليتين تاني يعتبر بعد كده. بس المشوار طويل. استاذ رهيم معلش. والله لو انا موجوده هبقى معاكم. ربنا يديك طول العمر. انا موجوده، ربنا يديك طول العمر ويخلي اولادك يا رب. هو موضوع القلب ده بس بياخد وقت، وعمليه اولى وثانيه وثالثه، عشان كل ما بيكبروا بيحتاجوا عمليات ثانيه بس شويه ومش بس. هتلاقي بقى فرق رهيب في الصحه وفي الاحساس. بينهد خالص وبيزرق يعني كان في حاله صعبه، كل اللي بيشوفه بيقول ان هو بيموت. قلت له صدقيني انقذت حياته يا رب. هي مستشفى وادي النيل مستشفى محترمه و دكاتره كويسين، ممرضين كويسين، وكل الطاقم هنا كويس، كله يعني فوق الوصف. ربنا كبير. ربنا كبير. الحمد لله ربنا كبير. يا رب ان شاء الله نشوفه مع بعض دلوقتي. ما تتخضوش من الخراطيم والحاجات. انتوا عملتوا عمليات قبل كده؟ لا اول عمليه. ما تتخضوش من الخراطيم، ممكن تبقى حاجه اول يوم كده وخلاص. احنا عارفين ان انت ما دام موجوده هتعمل افضل حاجه صدقيني. ربنا يخليك. ربنا جميل. خلاص حالا يطلع ان شاء الله.